لو الحكاية فيها إن فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الفتاح الشركسي، مدير عام إدارة دمياط التعليمية. بالنسبة للدستور، يفترض إن كل مصري وطني شريف بيكون نعم للدستور. لماذا؟ لماذا نؤيد الدستور؟ أنا هتكلم بالنسبة لي كرجل ترباوي وراجل بكل في المجال الإعلامي وفي الحقل التعليمي، لأنه الأول مرة بتلتزم الدولة في ظل هذا الدستور بالتعليم وزيادة ميزانية التعليم، وتلتزم الحكومة التزاما كاملا بمجانية التعليم وحق كل فرد في التعليم. أنا شايف الدستور ده الحقيقة من أفضل الدساتير في تاريخ مصر منذ دستور 1923 أبو الدساتير المصرية. وإحنا شفنا أن مصر مرت بالعديد من الدساتير، سواء 71 أو 5، 2005 أو 2007 أو 12 أو 13. دستور 2013 مكتوب بعناية فائقة جدا، واضح المعالم. كلمة تلتزم دي لأول مرة في تاريخ الدساتير موجودة عند الدولة. بتلتزم بالتعليم، تلتزم بالعدالة الاجتماعية، ده مهمة جدا. تلتزم الدولة بالصحة، بتلتزم بالنسبة للفلاحين وحقوق الفلاحين والعمال.